المحلية يعني تعمل كل الاقتصاد الوطني، فعند شراء المنتج منتج وطني يعني بأن 70% من قيمة ستعود للاقتصاد الوطني، بينما شراء المنتج الإسرائيلي أو الأجنبي ستعود 80% من قيمته للبلد الذي استورد فيها منها للاقتصاد الوطني، بينما شراء المنتج الإسرائيلي أو الأجنبي ستعود 80%. وعليه يجب تعزيز الثقة بالمنتج الوطني والإقبال على شرائه من خلال الترسيخ بأن منتجاتنا الوطنية جودتها عالية وتضاهي منتجات الأجنبية وأسعارها مقبولة، ولأنها توفر فرص العمل لعمالنا وتقلل من نسب الفقر والبطالة.